مثلا من هيل ساتوريشن عشان نبتدي اللون، ونعمل مثلا درجة الروج بتاعتها مثلا أو الأي شادو، عايزين مثلا على بيج ممكن ندوس كلرايز يبقى نفس الدرجة دي مثلا بس على أغمق كده. مثلا نقف على الماسك ونعمل كنترول اي، نجيب برش بيضة ونبتدي نحدد المكان اللي عايزين يظهر فيه القشرة. نعمل واحد كمان بس بدرجة أغمق وندوس كنترول اي، ونيجي على الأطراف بس مغمق كده. ممكن نقلل الأوباسيتي عشان نزيح بينهم. ممكن نعمل ليفلز عشان ندي إضاءة هنا، نعلي مثلا شوية شوية كمان، نغمق سنة، نعمل كنترول اي، احنا عايزين ده يظهر بس في الجزء هنا. طب نبتدي نحط بقى الرموش. الرموش في مجموعة براش جاهزة. أول حاجة نعمل نيو لاير، ممكن ننزلها على النت، بنكتب اي لاشز براش، تمام، هيطلع علينا أشكال كتير. أنا نزلت مجموعة منهم، عندنا أشكال للجفن اللي فوق، الجفن اللي تحت، حد مغمض عينيه. ممكن ناخد الشكل ده مثلا، نتأكد ان البراش لونها اسود، اوكي، نظبط السايز بتاعها ونكليك. حبينا نزودها شوية، بنزود الاوباسيتي ونظبط كويس، ندوس كليك. الميزة هنا ان هي على لاير منفصلة، ان انا اقدر اعمل لها ترانسفورميشن زي ما انا عايز، انزلها على جفن لاير مظبوط، بشدها كده شوية. نيجي مثلا نعمل الناحية التانية، نعمل كنترول جي، بعد كده كنترول تي، بعد كده رايت كليك فليب هوريزونتال، وناخدها نحطها على العين التانية. ممكن نطولها بقى شوية لأن كل عين مختلفة عن التانية. احنا كده مثلا حطينا لها رموش. لو لاحظنا ان الرموش شوية شكلها مش طبيعي، ممكن نزود لها شوية نويز. طيب بعد كده هنحط لها مثلا بلاشر هنا، فهنيجي هنا ساتوريشن، كولورايز، احنا عايزين حاجة على بينك شوية كده، بس نقلل الإضاءة كمان بتاعتها الدرجة دي مثلا، نعمل ساتوريشن، نقلل الإضاءة، نعمل كنترول اي، نجيب برش بقى بيضة نرجعها شكلها الطبيعي، نكبرها شوية، ونبتدي نقلل الأوباسيتي زي ما احنا عايزين كده. ممكن نحط لها كمان هنا خفيف خالص، وهنا نكبر شوية وبيبقى في الجزء ده كده، تمام. طيب هنحط آخر حاجة الروج، نفس الحكاية، نقف في لون ساتوريشن، نعمل كلرايز، ما عايزة روج أحمر غامق مثلا، هذه دي درجة الأحمر. ناخد بالنا الشكل هيبقى هنا كده، نقلل شوية كمان، نزود درجة الأحمرار مثلا، نقلل خالص، بعد كده نعمل كنترول اي، نجيب برش
نخلي ال opacity بتاعتها 100% عشان يبقى الضغط في كل حتة مظبوط. المفرش خالص ونبتدي نلون. نفضل بقى نحدد شكل البق، وممكن نكبره شوية زي ما احنا عايزين، نضيف شوية دوج هنا عشان غمقان، سوري بيرن هنا عشان نغمق الحدود بتاعة البق يدي عمق، نعمل هنا شوية دوج عشان يدي لمعان للشفايف، يبقى شكلها طبيعي اكتر. دي كانت النتيجة قبل ودي النتيجة بعد.